واحده من الحاجات برضو اللي لها اهميه كبيره ان احنا نفكر فيها حاجه اسمها دايناميك رينج، ودي برضو واحده من السيتنجز الموجوده عندنا داخل او موجود عندنا في اليوزر انترفيس الموجود عندنا في جهاز الموجات الصوتيه. الفكره كالتالي، احنا كنا بنتكلم على ان الايكوز بترجع لنا نتيجه المس ماتش في الاكوستيك امبيدنس. يعني كل ما يكون في عندي انترفيس بين تو ديفرنت ديشو تايبس بيطلع لي ايكو. فاحنا اتفقنا ان في عندنا في انواع كتيره من التيشوز وفي انواع كتيره يعني من انترفيس النتيجه لكده. فلو في عندنا فرضا سوفت تيشو اير بيبقى عندنا الايكو بيبقى عالي جدا. لو في عندي ليفر فات بنتكلم على حاجه بنتكلم على 100 ملي فولت. لو بتكلم على مثلا ليفر ماسل او بلاد برين مثلا بنتكلم على 10 ملي فولت. لو بتكلم على الليفر يعني داخل الليفر بنتكلم على حاجات بين ال 1 ملي فولت وال 100 مايكرو فولت. لو ابتدينا نبص بقى على السكاترنج، السكاترنج ده على فكره يعني الليفر بيبقى داخله خلايا الكبد، خلايا الكبد بتبقى موجوده في الاكستريسيريال فلويد، فالسكاترنج عموما بيبقى حاجه زي ريفلكشن او بيجي لي منه برضو ايكوز، بس الايكو بتاعته مختلفه شويه نتيجه لان هي بتبقى جميع الاتجاهات وبتبقى يعني شرطها الحقيقه الحاجه اللي بتفرق بين الانترفيسز اللي هي بتعمل لي ريفلكشن واللي بتعمل لي سكاترنج، ان السكاترنج عاده بيجي من ستراكشرز حجمها اقل بكتير جدا من الويف لينث بتاع الالترا ساوند. فاحنا بنتكلم على الخلايا بيبقى طبعا حجمها صغير جدا او الدايمنشن بتاعتها صغيره جدا ريلاتيف لل الويف لينث بتاع الالترا ساوند، وبالتالي بتعمل لي سكاترنج. فالسكاترنج عاده بيبقى فيري لو في الانتنسيتي. في البلاد فيسلز مثلا عندنا في الريد بلاد سيلز، هي معظم الخلايا بتبقى اللي موجوده هي الريد بلاد سيلز. الريد بلاد سيلز صغيره جدا وبالتالي برضو بتبقى اصغر بكتير جدا حتى من الـ يعني من الليفر سيلز، فبالتالي الايكوز بتاعتها بتبقى اصغر واصغر كمان. يعني ممكن ان احنا ننزل الايكوز بتاعتها تبقى 10 مايكرو فولت. لو احنا شفنا الرينج ده كده بالديسيبل سكيل بنتكلم على ان احنا عندنا يعني بنتكلم على عشان نشوف الحاجات اللي داخل البلاد فيسل محتاجين 100 ديسيبل، يعني محتاجين دايناميك رينج بتاعنا يبقى 100 ديسيبل. يعني في الايكوز بتاعنا في رينج واسع جدا من الفاريشنز في الماجنتيود بتاعت السيجنال الموجوده فيه. فالمشكله في حاجه زي كده في ايه؟ المشكله لما بنيجي نعرضها على الشاشه بيبقى في مشكله ان الشاشه اللي احنا بنعرض عليها عاده بتبقى يعني الدايناميك رينج بتاعها محدود. يعني بنتكلم على دايناميك رينج مثلا بتاع الشاشات بتاعه الكمبيوتر بنتكلم ان هي تقدر تعرض 255 256 جراي ليفل. 256 جراي ليفل يبقى معنى كده بنتكلم على يعني بنتكلم على يعني حوالي 48 ديسيبلز. ف48 ديسيبل دي بنتكلم على ان هي اقل بكتير جدا من 100 ديسيبل. لو حاولنا نعرض ال 100 ديسيبل دي عليها هيبقى في لوس جامد جدا ومش هنقدر نشوف الحاجه اللي احنا عايزين نشوفها. فالمشكله كالتالي، او يعني عايزين دلوقتي ناخد الايكوز اللي الرينج بتاعها واسع جدا دي ونعمل لها حاجه بنسميها دايناميك رينج كومبريشن. دايناميك رينج كومبريشن ده الحقيقه يسمح لي ان انا اعمل حاجه يعني احط حاجه زي يعني حاجه بنسميها لوجاريتميك امبليفاير، عشان اللوجاريتم بطبيعته هو بيعمل الكلام ده. اللوجاريتم لو احنا شفنا اللوجاريتم مثلا بتاع اي ارقام هنلاقي ان المسافه بين 1 و10 هي نفسها بين 10 و100 هي نفسها من 100 و1000. فبيسكلي هو بيكمبرس الرينج بتاع الايكوز العاليه وبيخلي الايكوز اللي اقل تبقى الرينج بتاعها بيوسع شويه. يعني لو احنا شفنا الايكوز بتاعتنا هنا كده هنلاقي ان هي بتكمبرس الجزء اللي فوق وبتكبر الجزء اللي تحت، فبالتالي بتظهر الايكوز اللي هي ضعيفه اللي موجوده عندنا داخل الايه؟ داخل التيشو، زي مثلا الحاجات اللي داخل الليفر. فعلى سبيل المثال لو احنا عرضنا الصوره بتاعتنا على 40 ديسيبل، لو خدنا الدايناميك رينج بتاعنا 40 ديسيبل، 40 ديسيبل معناها ان احنا واقفين عند الجزء ده كده. اي حاجه اقل من كده هتظهر بلون اسود وهو ده الرينج بس اللي هيتعرض. فبالتالي هتلاقي اجزاء كتيره جدا مثلا زي ما احنا شايفين مثلا في الكورتكس الموجود عندنا هنا في الكيدني مثلا، دي الكيدني وده الليفر، هتلاقي من الجزء ده في حاجات كتيره حقيقه موجوده مش شايفينها خالص عشان الدايناميك رينج بتاعنا محدود. لو احنا خليناه 80 ديسيبل وعملنا له دايناميك رينج كومبريشن بالشكل ده كده قبل ما نعرضه يظهر لنا الصوره بالشكل الافضل كتير بالشكل ده كده. اول حاجه الليفر سيلز الموجوده هنا ظهرت بشكل افضل، والاجزاء اللي هي يعني زي الاجزاء اللي موجوده عندي هنا دي كده بدل ما تظهر بلون اسود هتظهر لي بلون يبقى مختلف شويه، تظهر لي الاستراكشرز الموجوده جواها مش هعمل لها ميسنج، يعني مش هيبقى في عندي حاجات تبقى لونها اسود ويبقى فيها تفاصيل انا ما قدرتش ان انا اشوفها في التصوير. فالديناميك رينج برضو واحد من الحاجات
اللي موجود بالنسبة للطبيب هو بيحدده، يعني هو ممكن يبقى فيه عنده كنترول على دايناميك رينج عشان يشوف هو عايز يشوف ايه بالظبط في الصورة. فلما يكون عاوز يبص على حاجة زي الليفر او عايز يبص على حاجة في الدم او وات ايفر، او عايز يعني يعمل دوبلر او حاجة زي كده، عشان الدوبلر بيعتمد على البلاد فيسلز، بيبص على الار بي سيز الموجودة في البلاد فيسلز، بيحتاج دايناميك رينج حقيقي عالي جدا. طبعا دايناميك رينج ممكن امثله بالكونتراست، يعني كل ما الديناميك رينج عالي كل ما انا خليت الكونتراست بتاعي يعني يبقى مور مودريت. يعني انا هنا في لما بقلل ديناميك رينج الحقيقه بعمل يعني بخلي الاسود او بخلي نقط كتيره جدا تبقى لونها اسود ونقط كتيره جدا تبقى لونها ابيض. لو قللت بقى الديناميك رينج زياده هيبقى في الاخر صوره باينري يعني ابيض واسود بس. كل ما انا عليت الديناميك رينج بقى عندي بقى السكيل من الابيض للاسود، بقى في تدريجات كتيره الحقيقه، بحيث ان انا اقدر اشوف تفاصيل صغيره واقدر اشوف تدريجات او اشوف تغيرات صغيره في الانتنسيتي ما اقدرش اشوفها لو كان الدايناميك رينج ما هوش كبير.